متتبعات متتبعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من الحسيمة، وبالضبط من الساحة الشهيرة ساحة محمد السادس. احنا الآن مدينة الحسيمة جوهرة البحر الأبيض المتوسط، جولة ليلية رائعة، جولة ليلية وصيفية جميلة طبعا بهذه المدينة الرائعة بمناظرها الخلابة وبناسها الطيبين. إذا كيف ما كتبنا الآن متتبعات متتبعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر من قلب جوهرة البحر الأبيض المتوسط مدينة الحسيمة هي طبعا كما تعرف الجميع بأنه منطقة الحسيمة منطقة سياحية بامتياز. طبعا كما تشوفوا فد البث المباشر أو كما كتبنا الآن فد البث المباشر، يعني واحد الجو اللي هو رائع جدا فد المدينة الجميلة والرائعة وبناسها الطيبين ساحة محمد السادس. احنا غادي نقربكم اكثر للاجواء الليلية الاجواء الصيفية صراحة اللي هي جميلة. اذا الناس خارجين يتفوجوا يتبردوا يتساراو، طبعا كل اللي خارج مع الاهل ديالو مع وليداته مع الاصدقاء ديالو والى غير ذلك. بعد الارتفاع ديال درجه الحراره والحراره المفرطه اللي عرفتها بلادنا خلال هاد الاسبوعين، يعني درجات حراره مرتفعه وديال بصح، هي اللي كتخلي الناس يخرجوا بكثرة خلال هاد الساعة أو في هاد الوقيتة هادي. أطفال صغار كيلعبوا طبعا كل شيء خارج، رجالا نساء أطفال وشيوخا من مختلف الأعمار، يعني متواجدين هنايا في هاد الساحة الشهيرة ساحة محمد السادس. كيف ما كتبوا من الآن في البث المباشر من قلب جوهرة البحر الأبيض المتوسط مدينة الحسيمة. طبعا الساحة هذه كيف ما كعرف الجميع الساحة الشهيرة ساحة محمد السادس، يعني في موسم الصيف كتكون عامرة وممتلئة عن آخرها، لأنه المكان هذا كيتنظموا هنايا مهرجانات كيف ما قلت سابقا، مهرجانات موسيقية ثقافية معارض وعدة أشياء في كل ما هو جميل كيكون هنا في الساحة هذه أو
الساحة الجميلة صراحة، ساحة محمد السادس كيفما كتابوا معنا الآن، أجواء رائعة. إذن هكذا هي الأجواء الصيفية، أجواء ليلية رائعة، قلب جوهرة البحر الأبيض المتوسط، مدينة الحسيمة، مدينة السياحية، مدينة الرائعة، مناظرها الخلابة وبناسها الطيبين. تحية كبيرة لساكنة الحسيمة. طبعا إذن الناس اللي في المناطق الأخرى في ربوع المملكة اكتبوا لنا سميتهم في الكومنتير، انتي ولا انت قولوا لنا كيف عامله الأجواء عندكم في المناطق ديالكم، واش كان شي صهر، واش كان شي حرارة، واش خارجين تفوجوا وخارجين تبردوا، ومعهم الخارجين طبعا، طبعا كاين اللي خارج مع وليداته مع الاهل ديالو مع الاصدقاء ديالو، يتبردوا يفوجوا يتساراو بعد حرارة المفرطة اللي عرفاتها بلادنا خلال هاد الاسابيع. طبعا طبعا فاش كتكون الحرارة الوجهة الوحيدة لساكنة الحسيمة هي الشواطئ، شاطئ كيمادو، شاطئ امير بلاج او ماتاديرو، شاطئ رموت، تلا يوسف، بوسكو، صفيحة، سواني، كارابوليتا وإلى غير ذلك. الناس اللي ما زاروش أو هاد المنطقة، هادي منطقة الحسيمة خاصهم يزوروها، والناس اللي زاروها يكتبوا لنا في الكومنتير كيف جاتكم مدينة الحسيمة، كيف جاتكم منطقة الحسيمة والبحور ديالها. طبعا البحور ديالها معروفين، شاطئ كالابونيتا، شاطئ كيمادو، شاطئ امير بلاج او ماتاديرو، هادو هما الشواطئ اللي معروفين في مدينة الحسيمة على الصعيد الوطني وبل على الصعيد العالمي. شيماء من طنجة كتقول عندنا شوية الهواء مزيان في شيماء، كان في الحسيمة كان شوية ديال الهواء والحال برد ومفوج والناس خارجين يتفوجوا ويضحكوا ويتساراو ويتبردوا مع وليداتهم مع الأهل ديالهم أصدقاء ديالهم وإلى غير ذلك. إذن كيفما كتاونا الان متتبعات متتبعي شوف تي في، اطفال صغار كيلعبوا ناشطين ضاحكين فرحانين طبعا، الله يخليهم ديما فرحانين وناشطين. بحال بحال اختي شيماء، هاد الدعوة مبردة مفجة هنا في مدينة الحسيمة، الناس ديال فاس، مكناس، الرباط، جميع مناطق في ربوع المملكة اللي كيتفرجوا في هاد البث المباشر على قناة شوف تي في، اكتب لينا سميتو والمنطقة اللي فيه ويقول لينا كيف عاملة الأجواء، واش كاين شي برد، كاين شي صهب، أو
الدعوة مهوية كيف ما قالت الأخت شيماء من طنجة. لا واه خي أسامة، لا واه خي أسامة الريفي، كاع عاد الناس اللي في الساحة هذه، الدراري اللي كيلعبوا، الوليدات الصغار مع والديهم، كيبان لك هادشي خاوي. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، غادي نكتفي بعد البث المباشر من الحسيمة، قلب جوهرة البحر الأبيض المتوسط، من الساحة الشهيرة ساحة محمد السادس. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.